ترحب بهم كمصحفي. مجرد العاده كنجريو قبل كل مباراه الفريق الوطني سواء بالنسبه للقضيه كاس افريقيا او بالنسبه لكاس العالم. اظن كواحد المدخل صغير انه قبل ما نفتحوا الباب للاسئله فالعمل بالنسبه كان دائم في اطار الاولويات المستمره سواء مع الطاقم التقني داخل دول الجامعه سواء كذلك مع كل المكونات ديال الفريق الوطني. وهذا العمل نتفاندو ونتشانو يعني اللائحه اللي كاين في ايديكم 26 لاعب. اظن بانه الاسئله ديالكم غادي يمكن نسلطوا الاضواء على كل يعني المسائل اللي كتسالوا فيها باش يمكننا يعني نجاوبوا يعني دائما ابدا ان شاء الله بكل صدر رحب على كل الاسئله اللي كتطرحوها. فنجدد الترحاب بسم الله للاسئله. اعتذاريه بانه سبق ان ذكرت بان كيكون العمل متواصل. اكيد ملي كيكون هناك عمل كتكون هناك يعني اللائحه الاوليه اللي تسمى بليست دو بريسيليكسيون. بليست دو بريسيليكسيون يعني كل ناقد مع عنده طريقه ديال التواصل اما كيعلن عليها وما كيعلنش عليها. فاظن بانه في اللائحه الاوليه ديال 31 لاعب كانت الاسم ديال ليش الدوري مطروح لان كنخليو دائما واحد الهامش ديال التعويض اذا يعني لاعب اصيب او لاعب يعني ما كانش يعني مؤهل باش ينضم للائحه باش تكون لائحه احتياطيه تكون لائحه احتياطيه. منهم لاعب الجداوي واللي اظن بانه ماشي يعني العمل ديالنا التنقيب على الجداوي من حين فكانت متابعه مستمره الاداء ديالو القائد ديال الفريق المغربي بحيث انه حسب من لي ميور باسور ديال لا ليغ 2 ان فرانس يعني فهذا عمل تداريا كنا قمنا به يعني في السابق وحنا متابعين لاعبين سواء الجداوي او سواء حتى بالنسبه لمنير عبادي. فاظن بانه هذا هو الجواب على السؤال. فيما يخص نور الدين امرابط فاظن بانه هناك يعني ظروف شخصيه ظروف عائليه اللي كتهمو وهي اللي منعت باش يمشي. السؤال الثاني المنتخب الوطني ديالي كيكون قاطر لكيزور كرة القدم المغربية ولكن اعتذاريا بان هناك واحد التحدي هناك واحد التطور دليل بان فرق وطنية واخيرا الفريق اللي رجع للدوري بعد الناس اللي كنا هنيو سيرو البطولة وبعد نهاية كأس العالم اعتذاريا بان هناك عمل وما المنتخب الوطني هو استمرار ديال العمل لان كما قلت قاطرة ولكن يجب يعني كل المكونات ديالو من الطاقم التقني من اللاعبين المسؤولين من كل مواطن من الجمهور لان الجمهور له دور كذلك يعني في النتائج. اكيد بانه خانتنا فعلا النتائج ما كناش محظوظين يمكن هذا سؤال غادي يكون يجرب لانه بعض الاحيان تكون ساكن الفرونسوراسيون يعني تكون واحد ارتياح ملي كتختار من احسن المباريات اللي تادات في كاس افريقيا المباراه بجنوب افريقيا فهذا كيكون بالنسبه ارتياح يعني بانه رحنا غادي في المسار الصحيح ولكن اكيد بان الجمهور مقصود النتائج وقدر لي الاداء ولكن حنا بغينا يعني بنهج العمل شويه ديال الصبر واكيد بانه شكون اللي غيقدر يوصل لهذا الشيء ويقدر يدير ذاك التفاعل هما الوسائل الاعلاميه باش يساعدنا كذلك باش كلنا في صف واحد لانه ما دام هناك امل ولو امل بسيط فحنا سوف يعني نتشبثوا به وسوف نناضل ان شاء الله الله لا مشى تتوقع شي هفوه ديال الفرق الاخرى يعني ودارت لنا نتائج سيئه فنكونوا على الاقل احنا يعني كملنا المسار ديالنا الى نهايته يعني تحقيق نتائج ايجابيه. وبان اكيد ما دام هناك 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 يعني امل ولكن بسيط تكون ناطقه وهذا الشيء كيتجلى وهي نقدر نضيف غادي نضرب الاسئله بجوج بانه تشوفوا الجو اللي كيعيش فيه الفرق الوطني يعني ولا الطمأنينة والانضباط والتفاني راه غادي يبان انتم غتخرجوا من هنا غتشوفوا يعني اظن بان هذا كتجي من محض يعني حنا بالنسبه لنا اولا كعضو تقنية وكناقد وطني باش جو ترونسميت كنزرع دائما هذيك الثقة ديال اللاعبين باش يدافعوا على حقوقهم الى 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 اخر مطاف. وتيظهر لي بانه هذا الشيء ما غيكونش مجرد كلام لان بعض الاحيان ملي كتقدر هنا باش كتكون ديك الكلمة كنت مختصر باش ما نلقوش الكلمه غير سوف نتاهل حظوظنا الوافره سوف ندافع عنها
مش من ما نكذبوش نقولوا لا هذا لان سوف نتاهل وكان ناخذوا غير وين نصورهم سوف ندافع على حقوقنا وثقتنا يعني في انفسنا وفي اللاعبين ديالنا ان شاء الله باش يدافع على حقوق اللاعبين. المباراه يعني كانت لائحه اوليه يعني المباراه كانت مستعده هذا علما ما نتفق معك بان تبقى المنتخب الوطني وغادي نثق بيا ثق بيا ولا لاعب بالنسبه تفضل دليل انهم انتم غتحضروا غادي تشوفوا معنا وفي اطار كما سبق ان ذكرت العمل المستمر اللي كان يتواصل مع كل لاعب يعني من بعد ما رجع من تنزانيا سواء اللاعبين اللي كانوا في تنزانيا اللي كانوا في تنزانيا اخص بالديك الاخرين اللي كيلعبوا خارج الوطن كان التواصل معهم ومحافظين معنا بالرغم من الاصابات ديال البعض وتفاوت الاصابات والدليل القاطع بانه ما كاين حتى شرف حتى اللاعب اللي مصاب واللي عنده يعني شهاده كبيره كتثبت لان الراحه من الاصابه ديالو تكررت يعني كراسي ديالهم كتثبت له خصو قسط وفر الراحه العكس حضر مع اللاعبين وحضر التدريب مع العائله ديالو كلها وجاء شمع اللاعبين ودائما يعني مساند الفريق الوطني واخص بالديك اللاعب المعطيه اللي موجود كتبقى دائما كما تنقولوا تنديروا هنا اللائحه واللائحه الاحتياطيه اللهم اذا كانت يعني لاعب استعصى عليه يعني وحتى حد ما نسمحليش باش يكون فريق وطني لانه كيحضر وكيدلي بشهاده وكتبين بانه راه ما قادرش وخصو الراحه التامه كاين اللي كيكون مصاب وخصو يتعالج وكاين اللي خصو الراحه التامه على سبيل المثال لاعب الكوطري اللي حضر وجاء اللاعبين وبين وكشف عليه الطبيب المنتخب واكد بانه خصو الراحه والباب دائما تيبقى بالنسبه لي مفتوح الى 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 ارتاح ورجع الدليل انه طرح السؤال الاول تم تعويضه بلاعب الجداوي اللي موجود. الجزء الثاني فاش غادي يمكن نقول لك يمكن ملي كتقال شي حاجه نسبه كبيره كتكون بالنسبه للاشاعات وكيفاش انت غادي تحمي ولا غادي تحمي وانت المستمر ما خرجش من عندك ففي تواصل مستمر مع المسؤولين واكثر من هذا السي العادل كاسي الكيري اتصل بيا مباشره هناك مسانده وفي كل شيء ونفى بانه قطعا بانه كاين اتصالات انا مستمر الى غايه يعني تحقيق اهداف نهايه العام وحتى بالنسبه للاشاعات اللي كتقال فيما يخص الوداد نفسك ملي كنجي في الصباح وكنكون كنقرا في الصباح ف انا اللي يعني المهم الامر ما كاين حتى غير اكد لي الوداد مشكله لا ما كاينش اتصال في المكان لا بحال في هذا السبت في الصباح كنجي كناخذ الصعوب كاملين كنقرا هذا كنشوف ف ما كاينش وانا كواحد مختلف محترم العقل ديال المهنه البحريه وجميع كان محترم العقل ديال ما يمكنكش فانا قلت لك اشاعه